خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسبانية، الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع إسبانيا في المجالات كافة. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في استراتيجية تطوير هيئة قناة السويس وتعظيم الفرص الاستثمارية وتوطين تكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين في القطاع التعليمي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 9 مساء من التلفزيون المصري، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإمكانات الكبيرة الكامنة لدى مصر وإسبانيا لتحقيق شراكة تنموية متكاملة. جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصة على الصعيد الاستثماري، تعزيزا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية. وأشاد الرئيس السيسي من جانبه بعلاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات. عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعزيز مسيرة العلاقات بين مصر وصربيا على شتى الأصعدة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نيكولا سايكولوفيتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وفي لقاء آخر مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة، وذلك لتعزيز تنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيكولا سلاكوفيتش وزير خارجية جمهورية صربيا، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير ميرسولاف يستوفيان مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية وسفيرة الصربية بالقاهرة سوزانا بيسكوفيتش. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبر عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع صربيا على امتداد أكثر من 100 عام شهدت مسيرة تعاون بناء ومثمر بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو الدولي، حيث أسست الدولتان حركة عدم الانحياز في 60 القرن الماضي، وأن مصر تطلع لتعزيز مسيرة تلك العلاقات بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بما يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما، وذلك في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة، فضلا عن إمكانية استفادة الشركات الصربية من مجموعة الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالدول العربية والإفريقية. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصربي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات صربيا مع مصر، لا سيما في ظل التجربة التنموية الناجحة والملهمة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة السيد الرئيس في جميع المجالات. كما أعرب وزير الخارجية الصربي عن تثمين بلاده للجهود المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي بأسره، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
ومشيدا في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، وكذلك جهود مكافحة الفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود المشتركة بينهما فيما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مجمل مؤشرات نشاط القناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها العوائد وأعداد السفن العابرة وحجم البضائع والحمولات، والتي حققت معدلات زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي، وكذلك ارتفاع في الإيرادات. كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود دعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية، فضلاً عن محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات، وكذا جهود الهيئة للتكريك خاصة تطوير واستعادة كفاءة بحيرات المنزلة والبردويل ومريوط. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجرها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المنفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية. أضاف المتحدث الرسمي أن المهندس محمد يحيى زكي عرض الموقف المالي والبيانات التفصيلية للاستثمارات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما فيها المناطق الصناعية المختلفة خاصة ما يتعلق بمستجدات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وجهود التعاون المشترك في هذا الإطار مع الجانب الروسي، وكذلك الاستثمارات والمشروعات المقترحة والتي يتم التعاقد عليها مع كبرى تحالفات الشركات الصناعية العالمية، بما فيها صناعة السيارات وإنشاء المحطات اللوجستية متعددة الأغراض لتداول الحبوب والغلال والحاويات والمصانع الخاصة بمعدات وعربات السكك الحديد ووسائل النقل ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتفتح أفاقا استثمارية جديدة وتعزز من استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وامتلاك القدرة التكنولوجية. كما عرض السيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود زيادة حركة الصادرات المصرية للخارج من خلال سلسلة الموانئ الجديدة خاصة ميناء شرق بورسعيد، فضلا عن نشاط وحركة مختلف الموانئ في نطاق الهيئة الاقتصادية مثل موانئ السخنة والأدبية وبورسعيد والطور. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلاً عن إلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مواكبة للتطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية وتنامي الاعتماد عليها، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وتلبية لاحتياجات السوق المصري في هذا الصدد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا هاتفيا المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. مهندس يحيى، يعني أبرز توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية بها. مساء الخير يا فندم. الحقيقة اجتماع اليوم كان اجتماع هام للعرض على سيادة الرئيس عن تطورات العمل في المنطقة الاقتصادية وأداء المنطقة في العام المالي الماضي، وخاصة فيما يتعلق بحركة المواني والمناطق الصناعية. وعرضنا تصور كامل إلى المشروعات القائمة والمشروعات الجاري التعاقد عليها والمشروعات الجاري التفاوض عليها.
عندنا الحقيقة حزمة مختلفة متنوعة من المشروعات سواء داخل المواني أو في المناطق الصناعية، الاثنين بيعملوا تكامل مع بعض، وبالتالي كان مهم ان احنا نشوف هذه المشروعات وندي يعني صوره واضحه عن هذه المشروعات ومتحركه الى اي توجه، سواء في منطقه بورسعيد وهي المنطقه الواعده، ميناء شرق بورسعيد في 5 كيلو من الارصفه، تم التعاقد على 3.5 كيلو منهم، وبالتالي عندنا 4 أو 5 محطات جديده داخل هذا الميناء، وهيكون لها طبعا المشروعات المسانده لها في المنطقه الصناعيه. سواء يعني المشروعات المتعلقه بقطارات السكك الحديديه او المشروعات الخاصه بمشروعات السيارات، ويعني ان شاء الله في مجموعه اخرى ايضا من المشروعات اللي بتخطط لهذه المنطقه. اما منطقه السخنه فيعني احنا بدانا بالفعل مشروع ضخم للبتروكيماويات في منطقه السخنه، ده العمل بدا فيه فعلا، وهناك مشروعين اخرين هيتم الانتهاء من يعني التفاوض عليهم والانتهاء من امورهم كلهم خلال هذا الشهر ومنتصف الشهر القادم، وبالتالي ايضا يكونوا من المشروعات اللي هتخش معانا في حيز التنفيذ باذن الله. ايضا عرضنا الاستثمارات اللي ان شاء الله تبدا كمنطقه روسيه في المنطقه الاقتصاديه، ويعني اطلعنا سياده الرئيس على نتائج المباحثات الاخيره، وان عندنا وقت جاي من روسيا في اخر هذا الشهر اللي ان شاء الله يعني هيتفقد المنطقه ونبتدي نشتغل على العقود التشغيليه بشكل كامل. طيب اخر ما وصلت اليه الجهود من يعني فيما يخص زياده حركه الصادرات المصريه للخارج. يعني دي نقطة مهمة الحقيقة، يعني أنا زي ما بقول لحضرتك إحنا عندنا مجموعة 6 مواني تابعين للمنطقة الاقتصادية، فالحقيقة الأداء العام الماضي رغم يعني تباطؤ حركة الملاحة العالمية والتجارة العالمية، لكن الحمد لله المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية شهدت نمو جيد، وبالتالي جزء كبير من هذا النمو كان موجه إلى الصادرات بخلاف طبعا التعامل للداخل، لكن يعني احنا تعدينا اكثر من 4.25 مليون حاويه تداول خلال العام الماضي في مواني المنطقه الاقتصاديه، ايضا يعني كم ضخم من البضائع العامه والبضائع الصب الجاف تصل الى 12 مليون طن في يعني الحقيقه ارقام كثيره، لكن في نهايتها احنا عندنا كم كبير من هذه المشروعات اللي باذن الله ان شاء الله يعني هتكلل بكل نجاح باذن الله. الى اين وصلنا فيما يختص بتوطين التكنولوجيا كما جاء في هذا الاجتماع؟ يعني التكنولوجيا دايما نقطه مهمه، واحنا بنعمل تحديث مستمر، يعني انا عايز اربط تطوير التكنولوجيا بما هو جاري فيما يتعلق بالتنسيق على الافراج المسبق للشاحنات اللي بتيجي من بره، الى المنظومه اللي تم يعني عملها في تحديث عمل المواني داخل مصر بالاكمل ليس في المنطقه الاقتصاديه فقط، وربطها مع الجمارك وربطها مع منظومه نافذه، فكل هذه الامور ما تقدرش تشتغل الا على قاعده تكنولوجيه عاليه، وبالتالي يعني بنعمل استثمارات ضخمه وانفاق كامل فيما يتعلق بتحديث هذه المنظومه بحيث يكون عندنا يعني دايما تطوير في الاستعداد فيما يتعلق بالناحيه التكنولوجيه، وشغالين عليها الحقيقه بشكل مضطرد، اوريدي عندنا يعني مجموعه جيده من القاعده والقاعده الاساسيه، لكن يعني في سبيلنا ان احنا نطور فيها بشكل اكثر كتير خلال السنتين الجايين ان شاء الله. المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الصربي نيكولا سيلاغوفيتش على عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات، وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام جلسة المباحثات التي جمعت بينهما، وصف وزير الخارجية العلاقات بين مصر وصربيا بالوثيقة والممتدة، لافتا إلى أنه تم خلال المباحثات مراجعة آليات التعاون بين الجانبين والاتفاق على تفعيل
تفعيلها واستكشاف مجالات جديدة للتعاون خاصة على المستوى الاقتصادي. من جانبه أكد وزير خارجية صربيا أن العلاقات بين البلدين قوية وتقوم على أسس تاريخية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وجدنا هناك تطابق كثير في مواقفنا إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار التنسيق والتعاون والتضامن في إطار العمل المتعدد والدعم المتبادل للترشيحات. هناك اتفاق على تفعيل الآليات المتوفرة لدينا والعمل على استكشاف مجالات جديدة من التعاون خاصة في المجال الاقتصادي، وسوف يتم خلال الفترة القادمة التنسيق الوثيق على مستوى كبار المسؤولين لتحديد موعد لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة التي نترأسها، وأيضا لتحديد موعد لاستمرار كثافة الزيارات المتبادلة وبما ذلك زيارة على مستوى القمة. بحثنا عن سبل وفرص لتنظيم نهاية هذا العام الاجتماع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وصربيا، ونقوم برئاستها المشتركة، ونقوم بتنظيم أيضا اجتماع لمجلس الأعمال المشترك يتكون من رجال الأعمال من الدولتين. هناك مجال كبير للتعاون في مجالات كثيرة، الاتصالات والطاقة والزراعة وغيرها، وفي مجال الرعاية الصحية أيضا. Tourism, telecommunications, energy. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تلقي مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وجاء ذلك خلال لقاء مدبولي بوزيرة الصحة والسكان هالة زايد لمتابعة إجراءات تلقي العاملين في القطاع التعليمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقي المواطنين. وخلال اللقاء استعرضت وزيرة الصحة خطوات تلقي العاملين في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تسجيلهم وتلقيهم للقاح حتى شهر سبتمبر القادم. كما أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تمت زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص مركز لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية. توجه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق لعدة أيام. تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين، هذا ومن المقرر أن يشارك وزير الدفاع خلال زيارته لروسيا في فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسؤولين بوزارة الدفاع الروسية، ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 511 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 16 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها
مخدرات، سرقة، استعراض قوة، سلاح وذخيرة، وضبط معهم 341 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة المتنوعة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 60 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1372 قطعة سلاح ناري، أبرزها 2 جيرينوف، 198 بندقية و108 بندقية آلية، و68 مسدسا، و996 فرد محل الصنعة، وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، و135 خزينة، إضافة ل 1582 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 559,826 حكماً قضائياً بإجمالي 41,153 متهماً، من بينهم 2,274 حكم جناية و196,830 حكم حبس و282,808 حكم غرامة و77,914 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 18 متهماً قاموا بارتكاب 40 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 77 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 99 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1711 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1865 متهماً وبحوزتهم ما يقرب من 130 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 261.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 37 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 27 كيلوغرام من مخدر السلوكس وعدد 1,448,434 قرص كيبتاجون و29,109 قرص مؤثر وعدد 136,753 قرص مخدر لعقار الترامادول. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ب91 مليون جنيه. وافق مجلس القضاء الأعلى على طلب النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021-2022. كان النائب العام قد تقدم بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه ونفاذا لما أقره المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة لمدة تبدأ من أول سبتمبر المقبل حتى 30 من شهر سبتمبر لعام 2022. تطلع
تتواصل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف في محافظات الجمهورية. وفي هذا الإطار تفقد وزير الإسكان عاصم الجزار يرافقه محافظ الغربية طارق رحمي المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها ضمن المبادرة بقرى مركز زفتة. وأكد الجزار أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، وتتيح الخدمات المختلفة لملايين المواطنين بالمناطق الريفية. هذا وضمت المشروعات التي جرى تفقدها مشروع الصرف الصحي بقرية كفر نواي، كما تفقد الوزير مجمع الخدمات والمجمع الزراعي الجاري تنفيذهما بقرية نهطاي بمركز زفتة بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري. نتفقد كل المشروعات اللي بتشرف عليها وزارة الإسكان بتشريف معالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. مرينا على مشروعات للصرف الصحي، مشروعات للمية، سواء كان إنشاء محطات جديدة أو مد وتدعيم الخطوط الصرف وخطوط المية وإحلال أيضا للخطوط القديمة. مرينا على إنشاء المجمعات الخدمات الحكومية وإنشاء أيضا المجمعات الزراعية والبيطرية، تطوير الكباري، نقاط الإسعاف، أيضا الوحدات الصحية، المراكز الشباب، كل دي بتتبع مشروعات بتتبع وزارة الإسكان وبتشرف عليها. تواصل القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان فعالياتها بقرى ونجوع المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وانطلقت القافلة بمنطقة الكسارة بقرية الجزيرة من خلال 10 عيادات متنقلة للكشف على المرضى من أبناء القرية وتقديم الكشف والعلاج بالمجان. وعبر أبناء القرية عن سعادتهم بوجود هذه الفرق الطبية المتخصصة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح هذه القوافل بالمجان. نكشف على أهلينا في قرية الجزيرة إدارة أسوان، كشف وتحاليل وأشعة كله بالمجان طبعا، حتى العلاج بالمجان، ومعنا طبعا رخصة تحويل لمستشفيات المديرية على نفقة الدولة. القافلة دي بتخدم حوالي 10 تخصصات مختلفة في مختلف المجالات، مش بتقتصر معانا على العلاج المجاني فقط، في كشف، في أدوية بتطلع مجاني، بنتابع مع العيان لحد ما يوصل لو محتاج خدمة إضافية. بنساعد الناس سواء كان علاج بالمجان أو خلع، ولو أي حاجة صعبة، أي حاجة أدفانسد، بنحولها جراحة للمستشفى العام، والناس هنا مستريحة ومبسوطة لأن بنحاول نوفر لهم كل ما هو متاح بالنسبة للمبادرة. وعربيا وتحديدا من تونس، حيث استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز قطان. وخلال اللقاء أكد الرئيس التونسي أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى حماية الدولة التونسية من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق للأوضاع، مشددا على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء. من جانبه أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية على أن بلاده حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس وعلى توفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في المجالات كافة. التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وخلال اللقاء أعرب الكاظمي عن تقدير العراق لموقف الأمير الكويتي الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأشار إلى ما تواجهه المنطقة من تحديات بدءا من جائحة كورونا مرورا بالظروف الاقتصادية الصعبة والتوترات الإقليمية، مشددا على عمل الحكومة العراقية من أجل تحول العراق إلى نقطة التقاء وحوار وتبادل وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. ومن جهته أعرب أمير دولة الكويت عن تمنياته بتعزيز التعاون بين بلاده والعراق، مؤكدا أن الكويت ستظل مساندا للعراق وحكومته في مواجهة الكثير من التحديات. التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى دولة الكويت. وخلال اللقاء عبر الكاظمي عن تطلع العراق حكومة وشعبا إلى تقوية العلاقات الثنائية مع الكويت على مختلف الأصعدة. وأكد الكاظمي أن العراق والكويت سيتمكنان من إنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي والتأثير الإيجابي في المنطقة، مشددا على مضي العراق
العراق في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر أكتوبر المقبل. من جانبه قال رئيس مجلس الأمة الكويتي إن مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، مؤكدا على أهمية الدعم المتبادل بين البلدين. التاسعة متواصلة نتابع فيها. طالبان ترسل عناصرها لمنطقة بنشير للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولايات المحليين تسليمها لهم. قالت وكالة رويترز للأنباء إن حركة طالبان أعلنت إرسال مئات من عناصرها إلى منطقة بنشير للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولايات المحليين تسليمها لهم. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الأفغاني إنه تمت السيطرة على 3 مناطق قريبة من بنشير وفقا لوكالة رويترز للأنباء. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قولها إن طائرات تجارية ستستخدم للمساعدة في نقل أناس تم إجلاؤهم من أفغانستان. وحسب ما أفادت الوكالة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية فإن 18 طائرة تجارية لن تطير إلى كابول، لكنها ستستخدم لنقل أشخاص غادروا أفغانستان بالفعل. ومن جانبه قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إنه يعارض استقبال مزيد من الفارين من أفغانستان بعد التطورات الأخيرة هناك. ويأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن بلاده قامت ب4 رحلات جوية إلى كابول بأفغانستان لإجلاء أكثر من 300 شخص، من بينهم أستراليون وأفغان يحملون تأشيرات ومواطنون من نيوزيلندا وأمريكا وبريطانيا. حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن كارثة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان. وناشدت مديرة البرنامج في أفغانستان ماري إلين ماكيج رورتي الدول بإرسال دعم في شكل طعام وأدوية وحماية ومساعدة مالية، محذرة من أنه إذا لم تصل مساعدات في غضون ما بين 6 أو 7 أسابيع سيكون قد فات الأوان. وتشير تقديرات البرنامج إلى أنه من بين نحو 38 مليون شخص في أفغانستان فإن 14 مليون بالفعل ليس لديهم ما يكفي من طعام، خاصة مع مرور البلاد بموجة شديدة من الجفاف. انطلقت بالإسكندرية فعاليات وإجراءات تطعيم كافة العاملين والمعلمين ضد فيروس كورونا في قطاع التعليم قبل الجامعي. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد خطة شاملة لتطعيم جميع العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي. وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية محمد سعد على ضرورة تشكيل لجنة بالمديرية وكل إدارة لإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية لتلقي الجرعات المضادة لفيروس كورونا.
قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصري تخصصي بدولة جيبوتي. يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتي. وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الجيبوتي أحمد روبلا أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض ونقطة إسعاف بتجهيز مصري بالكامل كملحق بالمستشفى لتقديم كل الدعم الصحي للشعب الجيبوتي. من جانبه أكد وزير الصحة الجيبوتي أن المستشفى المصري الجاري إنشاؤه يعد هدية من الشعب المصري للشعب الجيبوتي، مؤكدا أن هذا المستشفى سيكون أول مستشفى تخصصي للنساء والتوليد بدولة جيبوتي. اجتمعنا في وجود معالي الوزير والوفد المرافق لي مع لوضع التصور للمستشفى المصري الخاصة بالأطفال والنساء والتوليد. هتبقى أول مستشفى تخصصي في جيبوتي، ودي بتعليمات من القيادة السياسية. اتفقنا على أن المستشفى يلحق بها مدرسة للتمريض والقابلات، وكذلك نقطة إسعاف تشمل عربية إسعاف من الجانب المصري. التشغيل والتجهيزات على مسؤولية الجانب المصري، وإن شاء الله الإمداد بالأطقم الطبية يكون من عندنا كمان والأدوية والمستلزمات. سيكون أول مستشفى تخصصي في جيبوتي، وسيحدث نقلة نوعية في المجال الصحي بالبلاد، ونشكر القيادة السياسية المصرية على هذه المنحة، كما يعد هدية من الشعب المصري لنظيره الجيبوتي، ويدل على عمق العلاقات بين البلدين، ونرحب بالتعاون مع مصر في المجالات والقطاعات الأخرى. بدأت حملة التطعيم العاملين في ديوان عام محافظة شمال سيناء لمواجهة فيروس كورونا. وأكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على إعداد مخطط كامل لتطعيم كافة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة العاملة بشمال سيناء. وأوضح شوشة أنه تم الإعداد لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة مع بدء العام الدراسي بالمدارس والجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم وتطعيم جميع العاملين في مختلف الجهات، ولن يسمح بدخول أي عامل بتلك الجهات إلا بعد تلقي التطعيم الخاص بكورونا. أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج عن تجهيز 6 مراكز لقاح جديدة خاصة بالمسافرين بالمحافظة. وبلغ إجمالي المراكز المخصصة للمسافرين 12 مركز لقاح تغطي جميع مراكز المحافظة، مع تخصيص 20 مركزا آخر وفرق متنقلة وأخرى ثابتة لمنع الازدحام والتيسير على المواطنين، خاصة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح. احنا شغالين بعدد 20 مركز على مستوى المحافظه. في اجراءات دلوقتي بتتم لزياده عدد المراكز على مستوى المحافظه، خاصه للمسافرين، لان احنا بادئين بعدد 6 مراكز وسيتم الزياده في عدد المراكز الخاصه بالمسافرين. وان شاء الله هنبدا في مركز خاص لذوي الهمم من يوم الاثنين القادم، وبنناشد طبعا المواطنين التوجه ليه. أطلقت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط حملة الطعم والطمن لحث المواطنين على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا. وأشارت مديرية الصحة بالمحافظة إلى أنها وفرت اللقاح في أكثر من 13 مركزا طبيا بمراكز المحافظة لاستقبال جميع الفئات من المواطنين، وخمسة مراكز لتطعيم المسافرين، بالإضافة إلى نشر 250 فرقة متنقلة لاستهداف أماكن التجمعات. عملنا فرق كبيرة جدا، عندنا 13 مركز ثابت للتطعيم، وزودنا الفرق من 100 ل 250 فرقة هتروح البنوك وهتروح البريد وهتروح كل التجمعات وهتروح المواقف وهتروح الأسواق، بحيث مش هنخلي حد يكون موجود إلا ما يبقى متطعم. احنا حتى العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة والصيدليات والمطاعم ما عندناش أي حد هيبقى مقدم الخدمة إلا ما يكون متطعم. الكلام ده هيبقى الأول اختيار الفترة، لكن في الآخر احنا هنلزم اللي في الصيدلية ولا في العيادة الخاصة ولا في المطعم وجميع الناس المقدمة الخدمة إن لازم يتطعم. نعم.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية في مصر، وأوضح المركز أنه تم بالفعل البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، حيث وقعت شركة النصر لصناعة السيارات اتفاقيتين مع شركة دونغفينغ إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، وذلك لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية. ويستهدف المشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي. تواصل الحكومة تكثيف الجهود من أجل إقامة مشروعات تنموية مستدامة في منطقة جنوب بتشكى وشرق العوينات من خلال الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه بناء على توجيهات القيادة السياسية. توجيهات رئاسية للأجهزة الحكومية المختلفة بتكثيف الجهود من أجل إقامة مشروعات تنموية مستدامة في منطقة جنوب الوادي بتشكى وشرق العوينات من خلال الاستفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تفقد بها. في هذا الإطار تجري الأجهزة الدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد، خاصة صلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه. في الوقت نفسه تسعى الدولة إلى تنفيذ توسعات مستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة جنوب الوادي بتشكى وشرق العوينات. وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في تشكى واستكمال بنيتها الأساسية لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا عالي المستوى، يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكنة الزراعية المتطورة وكذلك مع أساليب الري الحديث وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، وذلك لتعزيز عناصر نجاح مشروع التنمية الزراعية. وفي واحة سيوة يتم تنفيذ مشروع خاص بالزراعة المتكاملة، حيث تقوم الدولة بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة، خاصة عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية، بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة. تنفيذاً لتوجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي، وذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان. وقالت مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمنيا وفاء بدوي إن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للحملة ستكون بالمنيا ابتداء من اليوم وحتى 26 من أغسطس من الشهر الجاري. بنبدأ المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي بتعليمات سيادة الوزيرة الصحة هالة زايد وبرعاية قطاع السكان دكتور حسام عباس. المرحلة الثانية بتستهدف 5 إدارات هما درمواس وملاوي وبورقاص والمنيا ومغاغة، بنقدم فيهم خدمات تنظيم أسرة في المراكز الحضرية سواء المراكز الطبية أو رعاية الطفولة أو المستشفيات، وكمان بننتقل للقرى بالعيادات المتنقلة بتاعتنا وبالأخصائيين والاستشاريين بتوعنا، بنقدم جميع المجانية لتنظيم الأسرة. تتواصل فعاليات الدورة 16 من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب والذي يستمر حتى 30 من أغسطس الجاري، وشهدت الفعاليات توافد الأسر والأهالي وزائري الإسكندرية على قاعات مكتبة الإسكندرية، وتشارك بالمعرض نحو 65 دار نشر مصرية وعربية. كما يشهد المعرض إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية وملتقى الحوار اليومي مع الكتاب والمؤلفين عبر الإنترنت. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع فاطمة خليل. أهلا بك فاطمة. أهلا بك نهى، وأهلا بك سحر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي. وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك للوقوف أولا بأول على الخطوات التي تمت في هذا الصدد ومعدلات تسليم السيارات للحاجزين المستحقين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة معدلات تسليم السيارات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معدلات التسليم للمستحقين للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعا. في إطار توجيهات الدولة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تطوير الصناعة يمثل محورا رئيسا ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي. وقالت الوزيرة إن مركز تحديث الصناعة حقق خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدا استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التجارة والصناعة اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة. افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية. وقال المدير التنفيذي للهيئة محمد الشحات إن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة وأيضا القطاع الخاص، وأوضح أن المعمل يقوم بإجراء التحاليل الخاصة بالتربة وأيضا تقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي، وذلك من خلال تقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة وحسب نوعية مياه الري. في إطار توجيهات الدولة لتنمية المشروعات، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا بتمويل 1249 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل بلغ نحو 29 مليون و500 ألف جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو. وقد أتاحت هذه المشروعات حوالي 1587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة. في إطار سعي الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء لخدمة نحو 800 ألف مشترك في نطاق محافظة بني سويف بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 1,500,000,000 جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021. وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إلى إدراج 65 قرية بمركزي بيبا وناصر، مؤكدا أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق. إلى البورصة المصرية، حيث تباينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم، وخسر رأس المال السوقي حوالي 2,700,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 712,553,000,000 جنيه. ونتحول إلى المؤشرات، حيث تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 10,690 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2,922 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3,874 نقطة. ومن البورصة إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي حوالي 15 جنيه و63 قرشا للشراء و15 جنيه و76 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 18 جنيها و29 قرشا للشراء و18 جنيها و44 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر الاسترليني فوصل سعره إلى 21 جنيه و29 قرشا للشراء و21 جنيه و48 قرشا للبيع. بالنسبة لأسعار
العملات العربية، فصل سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب عالمياً ليسجل حوالي 1789 دولاراً للأوقية. على الصعيد المحلي، استقرت أسعار الذهب بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة ليسجل عيار الذهب 18 نحو 671 جنيه. أما بالنسبة لعيار الذهب 21، فوصل سعره إلى 783 جنيه، وهو الأكثر مبيعاً. أما بالنسبة لعيار الذهب 24، فوصل سعره إلى 896 جنيه. بالنسبة لسعر جنيه الذهب، فصل سعره إلى 6246 جنيه. سجلت الصادرات السنغالية إلى البلدان الأفريقية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 38.2%، ما يجعل السنغال مثالاً يحتذى به في التجارة البينية الأفريقية. وذكرت وكالة إيكوفين الأفريقية أنه على الرغم من أن حجم الصادرات السنغالية سجل انخفاضاً مقارنة ب 44.2% لنفس الفترة من العام الماضي، ولكن في سياق تقدر فيه التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 16% فقط، وفقاً لبنك التنمية الأفريقي، تمثل السنغال حالة استثنائية في القارة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لصحر ونهى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. بلغت العاصفة الاستوائية هنري الساحل الشرقي للولايات المتحدة وفق ما أفادت الأرصاد الأمريكية، في وقت كثفت السلطات دعوة إلى السكان إلى الحذر من خطر الفيضانات. وكانت أجهزة الأرصاد قد أصدرت تحذيرات من ارتفاع خطير في منسوب المياه ورياح قوية وأمطار غزيرة. ويعتبر هبوب الأعاصير أمرا نادرا في تلك المنطقة من الساحل الأمريكي، وكان آخر إعصار ضرب نيو إنجلاند عام 1991 عندما تسبب إعصار في سقوط 17 قتيلة. والآن إلى أخبار الرياضة. إلى فاطمة، تفضل. شكرا سحر، شكرا نهى، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية. وصلت البعثة البرلمانية المصرية إلى طوكيو استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البرلمانية 2020. وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي رفع الأثقال والسباحة وتنس الطاولة وألعاب القوة والريشة الطائرة وكرة الطائرة جلوس والبارا تايكوندو وكرة الهدف للسيدات. يستضيف الإسماعيلي غدا فريق طلائع الجيش في الجولة 33 من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل إنفي ضيفا على المصري البورسعيدي. حسم تشيلسي الديربي اللندني لصالحه بهدفين دون رد على حساب مضيفه أرسنال في قمة مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وبهذه النتيجة حقق تشيلسي فوزه الثاني تواليا ليتربع على صدارة الجدول متساويا مع أندية ليفربول وتوتنهام وبرايتون، بينما تلقى أرسنال خسارته الثانية ليبقى الفريق بلا رصيد من النقاط محتلا المركز 19 وقبل الأخير. وفي البطولة نفسها، فرض ساوثهامبتون التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه مانشستر يونايتد، وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما حصد ساوثهامبتون أول نقطة له في هذا الموسم ليحتل المركز 13. سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام مضيفي أودينيزي بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وبهذا التعادل حصد يوفنتوس نقطة واحدة ومثله أودينيزي ليحتلان المركزين السادس والسابع بجدول الترتيب. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لنهى وسحر لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا جزيلا لك فاطمة. أطلق الشاب أحمد شجيع مبادرة مهرجان المانجو بالإسماعيلية لتسليط الضوء
على تميز المحافظة بزراعة وإنتاج المانجو بمختلف أنواعها. أكد أحمد وهو صاحب المبادرة أن الإسماعيلية تتميز بإنتاج المانجو لأن الأرض والجو مناسبان لزراعتها ولجودة إنتاجها. مهرجان المانجو بالإسماعيلية مبادرة جديدة أطلقها ابن المحافظة أحمد شجيع للترويج لزراعة وإنتاج ثمار المانجو التي تنتعش خلال شهر أغسطس من كل عام. وتعد الإسماعيلية أكبر منتج للمانجو في مصر بعد تخصصها منذ سنوات طويلة في إنتاج أشهر الأنواع مثل العويس والفص والزبدة والسكري وبعض الأنواع الأجنبية وغيرها من الأنواع التي يقبل عليها الكثيرون نظراً لجودتها وطعمها المميز. النهاردة عاملين مهرجان المانجا في الإسماعيلية، بنعمل حاجة جديدة لأن احنا لفينا الدول، شفنا مهرجان الزهور في هولندا، شفنا مهرجان البرتقال في إيطاليا، فحبينا نعمل حاجة مع زمايلي رواد السوشيال ميديا، نعمل حاجة في الإسماعيلية علشان نقدر نعمل تنشيط السياحة الداخلية لمصر كلها إن شاء الله. في حوالي 12 نوع النهاردة في المهرجان، وإن شاء الله بنحاول ندخل أنواع جديدة بإذن الله السنة الجاية علشان نقدر يبقى عندنا كل الأنواع بتاعة العالم بإذن الله. وتتميز الإسماعيلية بإنتاج المانجو بسبب طبيعة الأرض الخاصة بها واعتدال الجو، وهو ما تحتاجه المانجو لتكون مميزة. المانجا تعتبر من أهم الفواكه في مصر وفي العالم كله. المانجا دي شجرة جميلة جدا وشغلها جميل ويعني طعمها جميل، وهي أجمل الأنواع فيها كالأويس وفص الأويس وأنواع كتير منها زي السكري والجولك والزبدة. الحمد لله يعني محصول كويس السنة دي ونحمد الله ونشكر فضله. ويهدف مهرجان المانجو إلى استقبال الراغبين في المشاركة في جمع الثمار من الأشجار مباشرة والتعرف عن قرب على مختلف الأنواع التي تنتجها مزارع المانجو. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. فاطمة لديها التفاصيل، تفضلي. شكرا نوها، شكرا سحر، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وهذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 26، اسكندرية 31، 25، مطروح 30، 25، بورسعيد 32، 25، اسماعيلية 36، 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 36، 24، العريش 33، 25، طابة 37، 25، شرم الشيخ 39، 28، الغردقة 38، 27، وجوها حار. في الأقصر 40، 26، أسوان 42، 27، وادي الجديد 41، 26، شلاتين 38، 27، حلايب 36، 28، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. We'll be right back.
وبلقطة اليوم انتهت نشرة التاسع، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسبانية الرئيس السيسي، يؤكد اهتمام مصر بتطوير العلاقات الثنائية مع إسبانيا في المجالات كافة. الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في استراتيجية تطوير هيئة قناة السويس وتعظيم الفرص الاستثمارية وتوطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة إجراءات تطعيم العاملين في القطاع التعليمي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. انتهت نشرة التاسع، ولكن التاسع ما زالت متواصلة معنا ومعكم ويوسف الحسيني. أهلا بك. ازيك يا صحر؟ ازيك يا نور؟ عاملين ايه؟ أخباركم ايه؟ تمام. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اللي هتتناوله النهاردة؟ ايه أهم موضوعاتك النهاردة؟ والله هو في حاجات كتير، بس أنا من ضمن الحاجات اللي واجعة مخي بقالي فترة موضوع مبالغات الساحل الشمالي. أوه. تحديدا مبالغات الناس. حقيقي. يعني تصرفات وسلوكيات فيها كم مبالغة غير طبيعي. يعني سيبك من قصة المبالغة في الأسعار بتاعة السلع والخدمات وحاجات زي كده، لأنه ده برضو مرتبط بأنه أصحاب المحلات والكافيتريات والمطاعم يجي يقولك ما احنا هنعمل ايه، ما احنا بنشتغل شهرين في السنة وكلام من ده. وأنا من الناس اللي عندها نظرية قلتها من بدري كده، نظرية أعتقدها منطقية، يعني العالمين الجديدة وقت ما تخلص بإذن الله خلاص يبقى مفهوم المدينة هو المفهوم الراسخ، فمش هيبقى فيه مبالغة في مسألة بيع سلعة أو خدمة بسعر مبالغ فيه، لأنه خلاص كل شيء موجود، كل شيء متاح. مسألة قاعدين شهرين ولا ثلاثة في السنة لا مش موجودة. مسألة أن السنة كلها الساحل فيه ناس قاعدة عايشة وبدخلة مدارس وشغل وجامعات إلخ إلخ. لكن المبالغات السلوكية، وأنا بعتقد أنه في سلوك مش بتاعنا، مش بتاع مصر. صحيح. خالص، ومش بتاع الناس اللي عندها مخ. مبالغات بقى في طريقة الكلام وطريقة اللبس وطريقة التعامل مع بعضهم البعض، وما بفهمش هذا القدر والحجم الضخم من الخناقات والمشاكل اللي بتتعمل، وناس تقعد تضرب في بعض ويفتحوا سلاح أبيض ويكسروا عربيات بعض، وإيه اللي بيحصل؟ صحيح. يعني هو الناس بتروح هناك تتلوس. مشاهد غريبة مزبوطة على حياتنا فعلا. هنسيبك تناقش الموضوع ده هوت مع ضيوفك، واحنا هنسيبك تخش الخناقه دي واحنا على فكره يوسف انا وسحر كنا بنناقش نفس الموضوع، احنا ما نعرفش انك هتتناوله قبل الهوا قبل نشر التسعة، لانه فعلا في مشاهد غريبه على المجتمع المصري وعلى سلوكيات المجتمع وعلى قيمه وعلى عاداته وعلى تقاليده، في حاجات كتير غريبه احنا مش فاهمينها، فاشكرك على تناول هذا الموضوع. والله ده انا اللي بشكركم، ان احنا كلنا بنتفق. مش عارف هل دي مشكلتنا احنا كجيل مثلا، ولا انه لا، ده في ناس قدنا برضو عندهم نفس اللوسة. انا مش هو في باسبور معين بيعدي الساحل؟ يعني في حاجه غلط، والله العظيم في حاجه غلط في الادمغه، لازم تتظبط ولازم تتناقش. يعني على كل حال لينا مناقشات. بالتوفيق. شكرا يا صح، شكرا يا نهى، وشكرا لكل صناع التاسعه، ونستاذنكم نبدا فقراتنا.